كتير مننا بتحصل له انفعالات وبتضطر يروح للدكتور. طب ايه سبب انه يروح للدكتور؟ ممكن يكون متضايق او مخنوق عادي، او في بعض مننا بيلاحظ ان في ناس قصيرة. طبعا بتصل لحالات التقزم ودي يقول لك تابع مع الدكتور. طب ايه المشكلة؟ او بنلاحظ ان في مشكلة في عملية التكاثر، او ان في مشكله في الولاده، او في اي مشاكل معينه في النوم، في ارق، في كل ده يقول لك طب روح للدكتور، ممكن يكون في مشكله او لخبطه في الهرمونات. طيب هل الهرمونات موجوده عند الانسان بس ولا هي موجوده في كل الحيوانات ومنها الاسماك؟ طيب الهرمونات بتفرز منين؟ أو إيه المكان اللي بتفرز منه الهرمونات؟ وهل في أنواع مختلفة من الهرمونات؟ طبعا الهرمونات ليها مكان بتفرز منه، هو الغدد الصماء أو الإندوكراين. الغدد الصماء هي المسؤولة عن إفراز الهرمونات. الهرمونات ليها وظائف عديدة ومختلفة، و طبعا الوظائف دي بتكون بسيطرة الجهاز العصبي أو المتحكم فيها. طبعا الجهاز العصبي زي ما اتكلمنا عنه في الحلقات الماضية. طب هل الهرمونات موجودة أو الغدد الصماء موجودة في الأسماك؟ هل الغدد الصماء هي نفسها الموجودة في الإنسان هي الموجودة في الأسماك بنفس المسميات ولا مختلفة؟ وهل بتفرز نفس الهرمونات بنفس الوظائف ولا في اختلاف في الوظائف ما بين الإنسان وما بين الأسماك؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في حلقتنا. فقبل ما نبدأ الحلقة يا ريت اللي مش بيتابع معايا القناة يتابع القناة طبعا ليصلك كل الحلقات الجديدة. ولو ما كنتش تابعت القناة تابع معايا الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية إن شاء الله، وشاهد الحلقة ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك، ولو ما عجبتكش تعمل لايك برضو وتقول لي ما عجبتكش ليه، ونشوف مع بعض ممكن نحسن ونطور من الحلقات القادمة. ولو في أي معلومة ناقصة في الحلقة قول لي، ولو في مصدر معين أو في حاجة معينة عاوز تلفت نظري ليها يا ريت نشوف ده في الكومنتات. ويلا بينا نشوف حلقتنا النهاردة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أعزائي الطلبة، النهاردة هنتكلم عن الإندوكراين سيستم، الغدد الصماء. وزي ما نوهنا وقلنا إن الغدد الصماء هي اللي بتنتج الهرمونات. يلا بينا نتعرف إيه هي الغدد الإندوكراين سيستم. الإندوكراين سيستم هي عبارة عن غدد بتتحكم في معظم الأنشطة الحيوية والعمليات الفسيولوجية الموجودة في جسم الأسماك، ومنها عمليات الهضم وعمليات النمو وعمليات التكاثر والتطور الخاص بالأسماك. وطبعا بتوجد الغدد الصماء في أو بتنتشر بطول الجسم زي ما شايفين هنا قدامنا. والغدد الصماء بتفرز هرمونات داخل الدم بشكل مباشر. ليه؟ لأن ليس لها قنوات، ولذلك أطلق عليها الغدد الصماء. أي طبعا عارفين إن أي غدد أخرى بيكون لها قنوات وبتفرز الإنزيمات بتاعتها عن طريق القنوات دي في الدم ولكن الغدد الصماء هنا ليس لها قنوات. والعلم اللي بيهتم بالغدد الصماء بنسميه إندوكرينولوجي، والعلم اللي بيهتم بدراسة الهرمونات وأنواعها وتركيبها بيطلق عليه الهرمونولوجي. طبعا زي ما شايفين كده قدامنا
دي الغدد الصماء بتكون منتشرة في متوزعة طول جسم السمكة. طبعا منها هنا دي بين الغدة الصنوبارية والبيتوتري جلاند اللي هي الغدة النخامية، والثيرويد اللي هي الغدة الدرقية، وطبعا البونت والكورباسلز اوف ستينس والكورمفين تيشو والعدد من الغدد الأخرى الموجودة في اللي هنتكلم عليها بالتفصيل. الهرمونات، الهرمونات طبعا ملهاش تأثير تراكمي، يعني بعد أداء الوظيفة بتاعتها وبعد إفراز الهرمون بيتم تلاشيه أو تعطيله، وليس له، لا يتراكم في أجسام الأسماك. والهرمونات بتذوب في الماء، وطبعا الهرمون بيتم إفرازه بواسطة الغدد الصماء. طبعا كل غدة ليها أنواع معينة من الهرمونات بيتم إفرازها، واللي بيتحكم في إفراز الهرمونات من الغدد هو الجهاز العصبي. طبعا الهرمونات هي مواد تنظيمية مهمة في كل جانب من جوانب الجسم والتمثيل، زي ما قلنا إن هي مهمة في عملية التمثيل الغذائي والتنظيم الحيوي والتكاثر. فالهرمون هو عبارة عن منظم لكل الأنشطة الحيوية في الجسم الأسماك. تقسيم الأندوكراين جلاند، زي ما عارفين إن عندنا الأندوكراين أو الغدد الصماء بيتم إفراز الهرمونات بشكل مباشر في الدم بدون أي قنوات. فتنقسم عندي الغدد الصماء لثلاث أنواع. النوع الأول الغدد اللي بتكون موجودة بشكل منفصل وبتؤدي وظيفتها كغدد صماء وتفرز الهرمونات بشكل مباشر في الدم، ومنها البيتوتري جلاند والثايرويد جلاند. النوع الثاني اللي هو بيكون ليه وظيفتين، اللي هو وظيفته كغدد صماء ووظيفة أخرى اللي هو إيه، وظيفته الثانية اللي هو بيتم إفراز عن طريق قنوات زي طبعا الكلية والإنتستين والمناسل اللي هي الأوفري والتستس. وطبعا دي زي ما عارفين إنه بيكون ليها وظيفة زي وظيفة إخراجية، وظيفة الهضم، وظيفة المناسل أو عملية التكاثر، ولكن أيضا بيوجد إن هي بتقوم بعملية إنتاج الهرمونات وصبها بشكل مباشر في الدم. النوع الثالث هو بيكون عبارة عن خلايا متناثرة بيسموها الباراكراين، والخلايا دي بتكون موجودة في داخل الجسم بشكل متناثر، وهي بتقوم بعمل الهرمونات، ولكن لا يعتد إن هي هرمونات بشكل مباشر أو لا يعتد بها كهرمونات، ولكن بيسموها هرمونات متفرقة. تنقسم الهرمونات إلى أربع أنواع من الهرمونات بيتم إفرازهم من الغدد الصماء. أول نوع عندنا من الهرمونات وهو البروتين أو بيبتيد هرمون، وهي الهرمونات اللي بتتكون من بروتينات أو بيبتيدات. والمثال الهرمونات اللي هي الهرمونات اللي بيتم إفرازها من البيتوتري جلاند أو البنكرياس. النوع الثاني من الهرمونات اللي هو سترويد هرمون، واللي بتتكون من السترويدز. والمثال للهرمونات دي اللي هي الهرمونات اللي بيتم إفرازها من المناسل اللي هي الأوفري والتستس. النوع الثالث من الهرمونات اللي هي الأمينو أسيد هرمون، وطبعا اللي هي بتتركب من الأمينو أسيد أو بتتكون من الأمينو أسيد. ومثال للهرمونات اللي هي الميلاتونين والأدرينالين اللي بيتم إفرازهم من الغدة الكظرية. النوع الرابع من الهرمونات هي الأيودينيتد أمينو أسيد، وهنا بيتم اتحاد الأيودين مع الأمينو أسيد، وده طبعا الهرمون اللي هو زي هرمون الثيروكسين اللي هو بيتم إفرازه في الغدة
الدرقية. وزي ما عارفين عندنا الهرمونات بتكون أكثر تعقيدا في الأسماك، في الأسماك الغضروفية والأسماك العظمية، وأيضا بتختلف تركيب الأنواع الهرمونات، أو بيبقى فيه اختلاف في الغدد الصماء بين الأسماك والحيوانات الأخرى. شايفين هنا قدامنا كده الأسماك والإنسان، الغدد الصماء الموجودة في الأسماك والغدد الصماء الموجودة في الإنسان. هنلاحظ إن في معظم الغدد الصماء الموجودة في الأسماك هي الغدد الصماء الموجودة في الإنسان، إلا بعض الأنواع من الغدد الصماء ما بتكونش موجودة في الإنسان وبتكون موجودة في الأسماك. وطبعا الوظائف اللي بتقوم بها الهرمونات في الغدد، في وظائف بتكون متشابهة وفي وظائف بتختلف عنها في الغدد اللي في الأسماك عنها اللي في الإنسان. وبنلاحظ إن الغدد الإندوكراين عددها بيكون أكتر من اللي موجود في الإنسان. طبعا في غدد موجودة في الإنسان زي الغدة الجار الدرقية موجودة في الإنسان ومش موجودة في الأسماك، وفي الستينس كورباسلز موجودة في الأسماك ومش موجودة في الإنسان. الغدة النخامية، وتعتبر الغدة النخامية هي المايسترو الغدد، أو بيطلق عليها المايسترو الغدد أو رئيسة الغدد، لما لها طبعا من دور في تنظيم إفرازات بعض الغدد الأخرى. الغدة النخامية بتقع طبعا في أسفل الدماغ وخلف اللي هو الكبسولة البصرية، وبتكون مرتبطة بالدماغ البينية بروابط، بحيث إنها بتكون مرتبطة من الأسفل. بتفرز الغدة النخامية 7 هرمونات، وبيكون عبارة عن شكل بيضاوي صغير. الـ7 هرمونات بيكون عبارة عن نوعين، في نوع من الهرمونات بيقوم بتنظيم عمل هرمونات أخرى، وهرمونات بتعمل بشكل مباشر أو لها دور مباشر في عمليات حيوية. من الـ7 هرمونات اللي هو هرمون الثيروبين، وده اللي هو التي اس اتش، والهرمون ده بيكون اللي هو بيساعد في عملية تنظيم الغدة الدرقية، وهرمون ال LH وال FSH، ودول الهرمونين دول بيساعد في تنظيم هرمونات اللي هي التناسلية. الهرمون اللي هو ال ASTH، والهرمون ده بيساعد طبعا في عملية إفراز الهرمون الكورتيزون، وبيحفز إفرازه. هرمون الجروس هرمون او الجي اتش، وهو هرمون النمو اللي هو طبعا بيساعد في عملية نمو الاسماك. هرمون طبعا الام اس اتش، وهو الهرمون اللي بيحفز او المنظم لافراز هرمون الميلاتونين. طبعا هرمون الميلاتونين اللي الهرمون اللي بيتم افرازه من الغدد الصماء، و هو هرمون بينظم طبعا عملية النوم، وليه طبعا وظائف أخرى هنعرفها إن شاء الله. هرمون الأوكسيتوسين والفيزوبريسين، وده طبعا الهرمونات هو ليهم وظيفة في عملية تنظيم الأسموزية وعملية التوازن الماء في جسم الأسماك. وهرمون البرولاكتين هو هرمون اللبن، وطبعا بيكون ليه دور أيضا في عملية الأسموزية والتوازن الماء في الأسماك، وليه دور في عملية التناسل ودور في عملية الخصوبة في الأسماك. الغدة الدرقية، طبعا الغدة الدرقية
بتقع في منطقة البلعوم بين الغضاريف الظهرية والعضلات البطنية زي ما شايفين كده قدامنا، وهو بيكون طبعا موجود حوالين الأورطة البطني وبيغطي منه الجزء الأول والجزء الثاني زي ما شايفين، وممكن يغطي أيضا الجزء أو جزء من الجزء الثالث، لكن في الغالب يغطي الجزء الأول والثاني من البطين البطني. الغدة الدرقية بتفرز هرمونات التي 3 والتي 4، وزي ما عارفين إن بيكون في التي 4 بيكون من ضمن تركيبه أو اليود، والوظيفة طبعا بتاعت الغدة الدرقية أو الهرمونات اللي بيتم إفرازها طبعا بتساعد في عملية الكربوهيدرات اللي هو عملية تنظيم الكربوهيدرات في الجسم، وأيضا لها دور مهم في التكاثر اللي هو وليها دور في العملية الأسموزية وفي هجرة الأسماك زي ما شايفين طبعا قدامنا التركيب بتاعها، وموجودة بتكون في منطقة طبعا البلعوم وزي ما شرحنا كارتيكل تيشو أو الغدة الكظرية. طبعا الغدة الكظرية معروف إنها بتكون موجودة على الكليتين، وده طبعا في معظم الحيوانات، وفي الأسماك بتكون موجودة بالقرب من الكلية الخلفية أو البستيريور كيدني، ولكن في بعض الأنواع بتكون ممكن في الجزء الأمامي أو بين الكليتين زي ما بتكون موجودة في القرش، وزي ما شايفين هنا دي أشكال مختلفة طبعا لأنواع مختلفة بيكون موجود فيها الغدة الكظرية. الغدة الكظرية بيتم إفراز نوعين من الهرمونات، الهرمون الأول وهو بيقوم بعملية تنظيم الأسموزية في الأسماك، والنوع الثاني من الهرمونات بيقوم بتنظيم الكربوهيدرات أو وأيضا نسبة السكر في الدم ومستوى السكر في الدم. الكونفنت تيشو في الشرق والريز تم وجود الكونفنت تيشو مرتبط بالعقد العصبية، وبينما طبعا في الأسماك العظمية بيكون منتشر أو موجود بشكل أوسع أو ليه انتشار مش بس مرتبط بالعقدة العصبية، لا ده بيكون منتشر بشكل أكتر في الأسماك العظمية، وبيكون موجود في الكدني في الجزء الأمامي من الكلية. والكارنفين تيشو بيفرز هرمون الأدرينالين اللي بيقوم طبعا بعملية التغير في ضغط الدم وعملية التنفس أو بيسرع من عملية التنفس، وزي ما عارفين هرمون الأدرينالين بيتم إفرازه في حالات الخوف أو في لما بيكون الأسماك مهددة في مثلا نوع من المفترسات بيهاجمها، أو في نشاط معين الأسماك بتقوم بيه أو بتهجم على فريسة، فبالتالي بيتم إفراز هرمون الأدرينالين، وبيتم طبعا استخدام طبعا السرعة بتاعتها أو إنها بتبتدي تهاجم أو تعمل مثلا عمليات تمويه، لذلك بيكون مهم إن هو طبعا بيغير ضغط الدم وبيسرع عمليات التنفس لتقدر إنها هي تستخدمها في الهجوم أو في إنها تفلت من الفرائس أو من اللي بتهاجمها يعني. جلاند الغدة بتكون موجودة بين اللي هو التجويف زي ما شايفينها كده قدامنا، ما بين اللي هنا التجويف بتاع البطني والمريء، وبالقرب من الثيرويد جلاند. الغدة اللي هي الأرتوبرانكيال جلاند بتفرز
الكالسينونين، الكالسيونين، والكالسيونين هو بيقوم بعملية تنظيم الكالسيوم ميتابوليزم، وطبعا الغدة النخامية بتتحكم في تنظيم هذا الهرمون. زي ما عارفين الغدة النخامية هي منظم لمعظم الهرمونات، زي ما قلنا بيتم إفراز الهرمونات المنظمة، فبدون إفراز الهرمونات من الغدة النخامية لا يتم إفراز الهرمون من الغدد الأخرى، الغدة الجنسية. طبعا الغدة الجنسية بتتم إفراز الهرمونات من جسيمات أو أماكن مخصصة، بيتم إفراز الهرمونات وإفرازها طبعا مباشرة في الدم. بيتم إفراز هرمون البروجسترون والاستروجين وهرمون التستوستيرون، هرمون الذكورة. طبعا الهرمونات الجنسية مهمة جدا لعملية تطوير الأمشاج وظهور الخواص الجنسية زي الدرنات، وزي ظهور طبعا الألوان، لأن زي ما عارفين بيكون مثلا الذكور لها ألوان مميزة في الأسماك، بعض الإناث لها ألوان مميزة، فده طبعا بيكون السبب في الهرمونات الجنسية. زي الإنسان، إن الخواص أو الخصائص الجنسية للأنثى بيكون سببها هرمون الأستروجين والبروجسترون، وأيضا هرمون التستيرون بيظهر الخواص أو الخصائص الجنسية للذكورة وخصائص الذكورة. فبالتالي نفس الموضوع في الأسماك، وأيضا تطور الأمشاج وعملية الانقسام وعملية تكوين السبرم أو تكوين المبيض بيكون عن طريق طبعا الهرمونات الجنسية، وبيتحكم في الهرمونات الجنسية اللي هو هرمونات الغدة النخامية زي ما شرحنا. طبعا زي ما عارفين ان الهرمونات الجنسية او المبيض والقصية هما ليهم وظيفة تاني طبعا، ويتم افراز انزيمات وعن طريق طبعا الضغط زي ما عارفين وعارفين، ولكن هنا بتعمل الأوفري والتستس ليها وظيفتين، وظيفة غدد كغدد صماء وكغدة عادية ليها قنوات بتبتدي تفرز فيها الإنزيمات الأخرى. وطبعا الغدة الجنسية مهمة جدا، ولظهور طبعا في عملية التكاثر بيتم استخدام التستوستيرون والهرمونات وبيتم تخليقها. أيضا في عملية التفريخ، وأيضا في عملية تحويل الجنس، في عملية التفريخ في الاستزراع، وطبعا ده بيتم شرحه في أو في الأجزاء الخاصة بالتفريخ في الاستزراع. أو جسيمات استينيس. العالم استينيس عام 1939 اكتشف جسيمات في الكلية أو داخل الكلية، بيختلف طبعا عددها وتوزيعها داخل الكلية على حسب نوع الأسماك، وتم تسميتها بجسيمات استينيس. الجسيمات استينيس وظيفتها إن هي بتعمل على تقليل أو بتفرز هرمون بيعمل على تقليل الكالسيوم في الدم. طبعا بيعمل على تقليل الكالسيوم في الدم، وده خاصة في البيئة اللي بيكون فيها نسبة عالية من الكالسيوم، أو في البيئات العالية بالكالسيوم زي المياه المالحة. وطبعا هي بيعمل على تنظيم وتقليل نسب الكالسيوم في الدم، نظرا طبعا لوجود كميات كبيرة من أملاح الكالسيوم داخلة للجسم عن طريق المية. فبيتم تنظيم أملاح الكالسيوم مع الغدة النخامية،
وهنشوف كده شكل اللي قدامنا هنا، شكل الجسيمات زي ما شايفين هنا، في نوع موجودين اتنين، وفي كلية أخرى أو في نوع تاني من الأسماك موجودة واحدة، وفي بعض الأنواع ممكن نلاقيها ثلاثة أو أربعة، طبعا بيكون متوزعين زي ما شايفين هنا، بيكون في الكلية أو الكورباسلز استينس هنا، طبعا على حسب نوع الأسماك بيكون عددهم وتوزيعهم، وما لهمش عدد ثابت أو مكان ثابت في الكلية في الأمعاء. زي ما شايفين هنا بيكون في ده الغشاء المخاضي في الأمعاء هنا أهو، ده بيفرز هرمون اللي بينظم عملية إفرازات هرمون البنكرياس، وبيعمل على تنظيم الهرمون وإفراز الإنزيمات اللي بيتم إفرازها من البنكرياس في الجسم، الهرمون اللي بيتم إفرازه من الانتستين ميكوزا هو اللي بينظم عملية إفرازات البنكرياس وفي عملية الهضم طبعا، وده بيكون الجزء ده هو اللي بيتم إفرازه، بيكون في المنطقة الأمامية من الانتستين، بيكون هرمون السكريتين والبنكريازيمين، الاثنين دول من الهرمونات هم اللي بينظموا عملية إفراز الإنزيمات في البنكرياس. جزر لانجرهانز، جزر لانجرهانز زي ما شايفين كده قدامنا، ده اللون الأصفر ده البنكرياس، وجزر لانجرهانز بتكون موجودة في الجزء ده، وهي طبعا بتكون موجودة بالقرب هنا من الانتستين والجل بلادر. في بعض الأنواع من الأسماك زي الليبو وغيرها بيكون ممكن تكون منفصلة عن البنكرياس، ولكن في معظم الأسماك وفي الغالب بتكون متصلة وداخل البنكرياس، بتفرز غدد لانجرهانز نوعين من الهرمونات، في عندي خلايا أو في نوعين من الخلايا، خلايا بيتا سيل وده بتفرز الأنسولين، وخلايا ألفا وبتكون فيها نوعين أو نوعين A و B، والنوعين بيتم إفراز الجلايكوجين. طبعا وظيفة الأنسولين زي ما عارفين إن هو بيتم حرق السكريات داخل الدم أو داخل جسم طبعا الأسماك، والجلايكوجين بيعمل عملية عكسية إن هو بيحول الدهون الموجودة في الكبد أو اللي تم تخزينه في الكبد ويتم تحويله إلى سكريات طبعا وقت الحاجة ليه، لأن ده بيعتبر مخزن السكريات اللي بيكون الجسم مش محتاجها، بيحولها طبعا لدهون في أو جلايكوجين لداخل الكبد، ده المخزن الأول للدهون، ويتم طبعا عند الحاجة ليها هرمون جلايكوجين بتكسيرها وتحويلها وحرقها وتحويلها إلى سكريات، فطبعا بتنتج من هنا أهمية جزر الانجرهانز في عملية الهضم طبعا، فدي خطوة مهمة جدا في عملية الهضم. الغدة الصنوبرية البينال جلاند، بتكون موجودة الغدة الصنوبرية في أعلى المخ، وعبارة عن جزء صغير وبتكون بالقرب من الغدة النخامية زي ما شايفين هنا شكلها. طبعا الغدة البينال جلاند أو الغدة الصنوبرية بتكون حساسة للضوء ومهمة جدا في عملية تنظيم أو في النمو، وطبعا في بناء الهيكل العظمي، وطبعا بتفرز هرمون الميلاتونين وبيتم التحكم طبعا من خلال البيتوتري جلاند
والثيرويد مع في عملية الهرمون، وبيأثر طبعا الثيرويد جلاند والبيتوتري جلاند في إفراز هرمونات البينال جلاند أو في هرمونات الغدة الدرقية. هو عبارة عن جسم صغير بيضاوي الشكل موجود في منطقة السباينال كورد في المنطقة الأمامية أو الطرفية من السباينال كورد، ويكون طبعا متصل بالخلايا العصبية أو العقد العصبية، وبيطلق عليه أو بيسمى الكودال نيكروسيس سيستم أو العقد العصبية، وبيكون موجود فقط في الأسماك. الغدة دي أو غدة العقد العصبية أو الغدة دي مش بتكون موجودة غير في الأسماك، مش موجودة في أي حيوان آخر، وهي بتميز الأسماك طبعا، وبتساعد في عملية نقل السيالات العصبية، لها دور طبعا في تكوين أو في المنطقة في الغدد العصبية أو تكوين جهاز العصبي أو نظام عصبي في منطقة الذيل. في كده نكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة، وأتمنى نكون استفدنا، ولو في أي سؤال أو استفسار يا ريت نكتبه في الكومنتات، ولو عجبتكم الحلقة نعمل لايك ومشاركة للقناة لتعم الفائدة للجميع، وأي تقصير فهو مني وأي فضل فهو من الله سبحانه وتعالى، وأشكركم لحسن استماعكم، وانتظرونا في حلقة قادمة بإذن الله.